عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كريم من دفيج نون، واليوم يا شباب حلعب كلاش رويال. أنا حاليا بأرينا 8. بروفايل كلاكم من نيم از جيف، هيتعرف الفاين اسمه جيف، من نيم از جيف أنا يسميه. وحفرجيكم تشكيلتي، عندي فاينو دراجون، إلكترو وزيد، تورنيدو، فاير بول، جولم بالون، سكيلتن ارمي، ومينيون هولك، قصدي مينيونز. عندي هذا ليفل 2 وجالي كرت كمان بالجولدن تشيست، والالكترو عندي ليفل 1، ما عندي غيرهم الصراحة. عندي كل اجندي لوك، ايس وزيرت، برنسس ماينر، بانديت، لامبر جاك نايتد، لافا هاند، سباكي، كريفر، ما عندي. بعدين هدول 2. هلا هي التشكيلة يعني انا حبيتها، بس انا كمان هي شفتها كمان منيحة، وهي كمان مرحلة كلهم 4.3 4.4.3. فحبيت اشلعب بهاي التشكيلة. بعدين البداية هي شو كاندي جولم. فلازم لها كمان باتل وبفوزة بصل علينا 9. هلا احنا حيحطوني بقلينا 9 حلعب، فان شاء الله بفوز. عشان اول ما وصل علينا خلاص ما حتلعب، اخذ كل الكروت بعدين بلعب. شباب اذا عندكم تشكيلات ممكن انا اعملها، يعني فيها الكتروزيت وهذا الفايت فيها دراجن، انا فيني اعمل ممكن اجربها. عنده ويتش، عنده بيبي دراجن، ماذا شفت انا عندكم. طيب ما احفج الجولم لدبل مكسر، بس هذا الليكسر فاجئكم. عنده والكم جولم، والله ما شاء الله هو حدافع ولا لا؟ اذا بدافع
انا بلشت هجمتي فحط قدام هون جول وما اتوقع ابدا انا ممتاز هذا ممكن لا راح اول ترى انا تاكيد لا لا هلا توفيز يا شباب علينا ناين وسبيشل اوفر خلاص جوبلين جانج سكيوشن ذات جوبلين باندت ايوه ها تمام لا ما انا ما بصرفها صار يعني اللعبه فا اعمل سكين شوت بعرف انه في منكم انه عادي علينا ناين بس انا عندي شيء حلو شباب هلا هاد ثاني فيديو فانا ما ولا لا بس انه حاب انهي فممكن اعمل بكره فيديو وبدلكم عن قناه رفيقي هو عنده فيون 2 هو انا وياه اتفقنا انه نعمل كل واحد قناه لإله ونعمل قناه اسمها فيوجنز نحن بننزل عليها تحديات انا هلا ما حعمل تحدي بس ممكن بعدين نزل تحدي مثلا العارضه تحدي ممكن نزل الووتر بوتل فيب هات بعد البوتل انينه ممكن اعمل كثير تحديات وانا اشوفه اسمه بكلاش رويال اسمه وين هو ارينا 10 صار ارينا 11 صار هو اسمه جاست داي هو حاليا اعلى واحد عندي بالفريق هاي تشكيلته اذا بدكم تشوفوها عنده لافاند ليفل 3 ماينر عنده كتير ليجندريز فا اي بس حعمل لكم يا شباب ان شاء الله يعجبكم الفيديو اجرب سبسكرايب ولايك تحت ومع السلامه.